ما المقصود بقوله تعالى وإذا العشار عطلت؟ وإذا العشار جمع عشراء كنفاس جمع نفساء، وهي الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل فيه الفحل 10 أشهر، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وقد يقال لها ذلك بعدما تضع أيضا، وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعز شيء عليهم. عطلت أي تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب، وقيل عطلها أهلها عن الحلب والصر، وقيل عن أن يرسل فيها الفحول، وذلك إذا كان قبيل قيام القيامة لاشتغال أهلها بما عراهم ما يكون إذا ذاك. إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأحوال يوم القيامة، وأن من جملة الأحوال أن العشار وهي الإبل الحوامل تعطل ولا يلتفت إليها، وذلك لأن كل امرئ له شأن يغنيه عن غيره، حتى إن الإنسان لا يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا يهتم بأنفس الأموال عند العرب وهي العشار.